الموسم العاشر عبقرية المدارس ومباراة مهمة جدا في المربع الذهبي، وهفكركم بالنتيجة. عمر بن الخطاب الحوامدية 25، منفلوت أسيوط 20. وحصل عندنا تغيير في منفلوت، نيرة ياسر نزلت مكان شهد القوسي. ازيك يا نيرة؟ ازي حضرتك؟ ايه رأيك في المباراة؟ صعبة. صعبة؟ كنت عارفة اجابات اي اسئلة وانت قاعدة برا؟ يعني في اسئلة كانت تتخمن، تخمينها كان بس احنا خفنا ناخد الريسك. طبعا ماتش زي ده الريسك فيه، يعني شوف الخمس نقط اللي نقصهم محمد ربيع مش هينساهم ابدا. ابدا. وحصل عندنا تغييرين في مدرسة عمر بن الخطاب. فاطمة عبد الهادي نزلت مكان نوران هاني، وكورولوس سامح نزل مكان محمود احمد. ازيك يا كورولوس؟ ازيك يا مستر؟ لو انت مكان ربيع كنت هتاخد ريسك ولا لا؟ انا خايف الصراحه. بص خلي بالك، ربيع اكتسب ثقه مع الوقت. فاهم قصدي؟ ودي حاجه حلوه مش حاجه وحشه، بالعكس، لان برضو كان ممكن يكسب 10 نقط. فاطمه، ازيك يا فاطمه؟ الحمد لله. احنا عامل ايه؟ كنت قاعده مستريحه بره صح؟ ايه اللي نزلك يا فاطمه؟ الواحد ساعات بيسال نفسه ايه اللي انا عملته في نفسي؟ ما انا كنت قاعد بره وكنت مستريح ولا ايه يا علاء؟ انا كنت مستريح، انا مالي، انا كنت في الحوامديه ومبسوط. لا لا، مباراه جميله جدا وتجربه جميله، وانتوا الحقيقه مدرستين تستحقوا الوصول للمربع الذهبي. نكمل الماتش الجميل بتاع النهارده ونشوف مين اللي هيوصل للمباراه النهائيه، الحوامديه ولا اسيوط؟ ودلوقتي مع الفقرة الثانية، فقرة المعرفة. المعرفة. المعرفة أربع أسئلة: معلومات عامة، رياضة، تكنولوجيا، وقدرات ذهنية. ندى وآلاء، آلاء وندى. والسؤال الأول بعشر نقط، وسؤال مهم، روح رياضية. معلومات عامة، والسؤال هو: قسماً هو اسم النشيد الوطني لإحدى الدول العربية، فما هي؟ الإمارات. الإمارات؟ إجابة خاطئة، مش الإمارات. ندى، بدأ اعتماده رسمياً سنة 1963. السعودية. السعودية؟ إجابة إيه؟ سعر. إجابة خاطئة. الجزائر ولا إيه؟ الجزائر ولا ايه بالظبط كده؟ قسما وعقدنا العزم ان تحيا الجزائر، فاشهدوا فاشهدوا فاشهدوا. من الحان محمد فوزي. بالظبط كده، هديه اهداها للشعب الجزائري. كرولوس ونيره، نيره وكرولوس، السؤال اللي جاي عزف الكره؟ لا. هتعيط. والنبي لا، والنبي لا، عايزه في الكوره اي حاجه. شفتي؟ شفتي الثقه؟ اي حاجه. طب حظك حلو بقى، السؤال اللي جاي مش في الكوره وعن واحده. تمام. يا رب. رياضه، والسؤال هو: في اي رياضه فرديه تحترف البطله المصريه عفاف الهدهد؟ رمايه. ياه، ده المعلومه عندك، اجابه صحيحه، برافو عليك يا نيره. سؤال مستحيل، حصلت على الميدالية الذهبية في بطولة هولندا في 2019. برافو عليك يا نيرة. النتيجة اتغيرت 30 منفلوت أسيوط، 25 عمر بن الخطاب الحوامدية. السؤال الثالث تكنولوجيا، والسؤال هو: في أي ولاية أمريكية يقع المقر الرئيسي لموقع الويب هاي فايف؟ كاليفورنيا. ما فكرتش، قالت التكنولوجيا دايما في كاليفورنيا، وكاليفورنيا إجابة صحيحة. اتأسست سنة 2003 من أكتر الشبكات شعبية. طيب النتيجة اتغيرت 35-30. آخر سؤال، واحد واحد، قدرات ذهنية، والسؤال هو: حل المسألة الآتية، 3 × 5 × 9 + 65 يساوي كام؟ إجابتك 200. ربيع، برافو عليك.
إجابة صحيحة، برافو عليك يا ربيع. 200 الإجابة الصحيحة، وهارد لك يا كلاوديا. النتيجة اتغيرت 45 عمر بن الخطاب الحامدية منفلوت أسيوط 30. ودلوقتي مع الفقرة الثالثة، فقرة الفنون. الفنون، الفنون أربع أسئلة: سينما ومسرح، أغاني موسيقى، لوحات ومعالم، وسرعة البديهة. أربع أسئلة ليكم أنتوا التمانية، تعتمد على السرعة. سينما ومسرح، والسؤال هو: فنان راحل قام بدور عبد العزيز في فيلم العمر لحظة، فمن هو؟ ألاء، أحمد مظهر كان في الفيلم، سوري مش هو. أوه، هارد لك يا ألاء، هو كان في الفيلم. إجابة خاطئة. تأليف يوسف السباعي وإخراج محمد راضي، إجابتك؟ محمود عبد العزيز. محمود عبد العزيز، إجابة خاطئة. أحمد زكي. بالظبط كده يا آلاء، أحمد زكي. هارد لك يا آلاء. السؤال الثاني أغاني موسيقى، والسؤال هو: من هو الفنان الذي قام بغناء تتر البداية لمسلسل الإخوة أعداء؟ كان بطولة صلاح السعدني وياسر جلال، فتحي عبد الوهاب، وأحمد رزق. مين بقى اللي غنى التتر يا فاطمة؟ وائل جسار. فاطمة، إجابة خاطئة. ندى. محمد فؤاد. محمد فؤاد، إجابة خاطئة. الأسئلة المرة دي لا تعتمد على التخمين، تعتمد على المعرفة. الإجابة الصحيحة خالد عجاج. السؤال الثالث لوحات ومعالم، والسؤال هو: Officer and Laughing Girl هي لوحة لرسام هولندي، فمن هو؟ رامبراند. رامبراند، إجابة خاطئة، مش رامبراند. ربيع. جوستاف لوبير. إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة يوهانس فيرمير، واللوحة دي موجودة في الفريك كولكشن في نيويورك. النتيجة زي ما هي، وآخر سؤال في الفقرة، اللي هيدوس على البازر هياخد الإجابة في ثانيتها. سرعة البديهة، والسؤال هو: ما هو اسم الفيلم الكرتوني المحذوف في الصورة؟ كلاوديا. أب. كلاوديا طبعا صح. طبعا صحيح. إجابة صحيحة. أب صدر في 2009 وكسب أوسكار في 2010. النتيجة في نهاية الفقرة 40 منفلوت أسيوط، 45 عمر بن الخطاب الحامدية. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة تحت الضغط والعباقرة. وبكده طلاب مصر جمعوا 40 نقطة في فقرة المعرفة والفنون، وكل نقطة بعشرين ألف جنيه بما يساوي 800,000 جنيه، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 1,700,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير المدارس الحكومية في مصر.